الدعوة تاعنا في اليوم اللي نحبوه يوم ناجح ويحمل عنوان هو الحكم البيانات المفتوحة في اللي نحبوها بيانات مفتوحة في مدينة المونستير. اليوم هذايا احنا حاولنا ننظموه كجمعية سيديبة بالاشتراك مع بلدية المونستير وجمعية الشباب القيادي باش يكون هو انطلاق لنا بمنظومة جديدة تهتم بالحوكمة المفتوحة اللي هي حاجة مهمة حاليا وهي باش تكون أساس بتاع الحكم في تونس. البرنامج بتاعنا يشمل العديد من الدخلات باش يفتتحها سي علي الغالي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية المونستير. هي المداخلة بتاعها الأولى بعنوان مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية. تفضل سلمى.